والختام الآن بمعالي الوزيرة. اتفضلي شكرا فندم. شكرا استاذ احمد. والحقيقه احب اشكر كل الساده المتحدثين والمعقبين، الحقيقه كانت كلها مداخلات وتعقيبات ثريه جدا هنستفيد منها كصندوق وطبعا كحكومه في التوصيات الاساسيه. انا عايزه بس اكد على بعض النقاط وبعض الرسائل الاساسيه. الحاجه الاولانيه انه باكد ان الصندوق السيادي ده ذراع مملوك بالكامل للدوله المصريه، هو ملك بالكامل للشعب المصري، وهدفه الأساسي هو تشجيع القطاع الخاص للدخول في قطاعات وفي مجالات استثمارية متعددة. المزايا يمكن اللي بيتاحها الصندوق ان هو اولا وفقا للكوادر والتخصصات الموجودة في الصندوق، فهو بيقوم بالنسبة لأي أصل بدراسة استثمارية تفصيلية لأكبر عائد وأفضل استخدام لهذا الأصل. بفيد مجموعة كبيرة جدا بالدراسات بتتم إزاي أقدر إن أنا أستفيد بشكل أكبر من هذا الأصل وأعظم العائد من هذا الأصل. الحاجة الثانية أن هناك عدد كبير جدا من الأصول اللي كانت فعلا غير مستغلة بالكامل، سواء كانت مباني مغلقة أو أراضي موجودة غير مستغلة. النهاردة بنبتدي أن احنا ناخد نشوف هذه الأصول، بنضخ فيها رؤوس أموال سواء محلية أو رؤوس أموال أجنبية، وبالتالي النهاردة بقدر أحول هذا الأصل غير مستغل إلى أصل منتج مستغل بيضيف إلى الطاقة الإنتاجية في الدولة، بيوفر فرص عمل أخرى، وبالتالي بيوفر موارد أيضا أخرى الدولة ممكن توجهها من موازنتها إلى مجالات أخرى، يمكن القطاع الخاص زي مجالات الحماية الاجتماعية القطاع الخاص ممكن ما يبقاش مقدم عليها. النقطة الثانية أو الميزة الثانية إن إحنا في مجموعة كبيرة من الطروحات اللي بتتم سواء كان لأصل غير مستغل زي مجمع التحرير أو أرض كانت غير مستغلة، بيتم النهاردة طرح هذه الطرح طرح دولي النهاردة بيكتر من وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية، سواء كان النهاردة في طرح مجمع التحرير أو في طرح أحد الأراضي اللي متاحة أو في طرح محطات تحلية المية اللي تقدم لها أكثر من 300 شركة دولية من 30 دولة على مستوى العالم. فوضع مصر على خريطة الاستثمار الدولي بتبقى أحد المزايا المهمة. النقطة الثانية أو الميزة الثانية إن الشراكات سواء كانت شراكات محلية مع القطاع الخاص أو شراكات دولية، هنا برضو بنشوف أنهي أكتر شراكة بتدي عائد أفضل، ليس فقط عائد مادي ولكن قد يكون عائد تكنولوجي، لأن حضرتك الشريك الأجنبي مش دايما بيحب يديك تكنولوجي، أو المستثمر الأجنبي مش دايما، ولكن لما بيدخل في حصة شراكة بيقدر النهاردة يضيف للجزء التكنولوجي اللي احنا في مصر محتاجين نزود من القيمة التكنولوجية لمنتجاتنا. اللي حاجة النهاردة حصة مصر في الصادرات يمكن الزيادة اللي احنا محتاجين ان احنا نزودها النهاردة في نصيب مصر في الصادرات الدولية عالميا، ان انا ازود صادراتي اللي لها مكون تكنولوجي عالي، لان صادراتي اللي لها مكون تكنولوجي اعلى هي اللي هتديني قدرة على التنافس، ما اقدرش الدول التانية تقدرش تنافسني، وبالتالي اقدر اخد حصة اكبر في الاسواق الدولية. وبالتالي وجود النهاردة مستثمر اجنبي داخل بحصة شراكة بيقدر ان هو يديك ايضا نصيب من التكنولوجيا لان هو شريك معاك في هذه الحب، بالاضافة الى ايضا الخبرة الادارية اللي ممكن ان هو يضيف لها في الادارة للمشروعات. عايزة ارد بس في عجالة على الأستاذة منى ذو الفقار اتكلمت على المدة والتوقيت، وده شيء مهم جدا. يمكن احنا بدأنا والهيئة العامة للاستثمار النهاردة بتتكلم على رخصة ذهبية في حدود 20 يوم، ولكن احنا محتاجين نضع فعلا توقيتات لكل التقديم للمشروعات اللي بتتم على المستوى القومي في كل المجالات، سواء كانت ينطبق عليها الرخصة الذهبية أو لا ينطبق، ده بيدي مصداقية كبيرة في الاستثمار. دكتور هاني حضرتك اتكلمت على رؤية الدولة، أعتقد دولة الرئيس يعني جاوب على هذا الجزء، ولكن الحقيقة إحنا كصندوق سيادي يمكن حضرتك ما كنتش موجود وأنا يمكن بعمل العرض، إحنا صناديق سيادية في صناديق
بتقوم بأنها بينقل لها كل ملكيات الدولة، وده نموذج موجود. وإحنا وفي صناديق تانية بتكلم على استثمار مباشر في الدولة المصرية. يمكن إحنا لما جينا وإحنا بندرس قانون الصندوق المصري أو إحنا بنصيغ قانون الصندوق المصري زي ما تفضل الأستاذ الدكتور حسين عيسى، إحنا اخترنا من كل النماذج الدولية ما يناسب النظام المصري وما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية. وبالتالي إحنا خدنا ميكس ما بين ان احنا ناخد اصول وان احنا ندخل في استثمارات مباشره تتفق مع رؤيه الدوله وتتفق مع رؤيتها 2030 ومع الاهداف الامميه، وبالتالي النموذج اللي هو بيلائم احتياجاتنا وبيلائم امكانياتنا وبيلائم ظروفنا. بنتكلم على توطين صناعات زي ما تفضل الاستاذ كريم، توطين الصناعات دي غير ان هو النهارده صناعات زي صناعه القطارات. صناعه القطارات الحقيقه ده نموذج انا فخوره جدا بيه، لانه ده من احد الصناعات اللي هي كثيفه التكنولوجيا، كثيفه العماله، ترتبط بصناعات مغذيه كبيره جدا. دايما بنقول الدول اللي عملت قفزات عملت قفزات بصناعات كبرى. الصناعات المتوسطه والصغيره مهمه لانها بتوفر فرص عمل، الشركات الناشئه بتدي تالنت وبتدي انوفيشن وابتكار، ولكن انت عشان تعمل قفزات في الصناعه، تعمل قفزات في التنميه، تعمل قفزات في التصدير، انت محتاج صناعات كبرى، محتاج صناعات كبرى تنقل لك تكنولوجيا. الصناعات الكبرى النهارده محتاج تخلق ناشونال تشامبيون. عشان كده مثل هذه الصناعات الخاصه بتوطين صناعه القطارات من الصناعات المهمه جدا اللي هتعمل لك قفزه في الصناعه بتاعتك، تعمل لك قفزه في التصدير، تعمل لك نقله نوعيه في المكون التكنولوجي بتاعك. الدكتور أيمن اتكلم على صندوق فرعي للاستثمار في الشركات الناشئة. طبعا ده هيتم دراسته، لأنه احنا في مصر يمكن من أهم الحاجات اللي الدول بتهتم بيها الشركات الناشئة، لأن احنا عندنا التالنت. يعني دايما بنقول احنا يمكن بنعاني من الزيادة السكانية، ولكن دايما بقول عندنا في الزيادة السكانية ميزة ديموغرافية. الميزة الديموغرافية هو شبابنا، وبالتالي التالنت عندنا في مصر دي ثروة لوحدها. بالتالي الاستثمار اعتقد يعني الاستاذ ايمن والزملاء زملائي في الصندوق السيادي اعتقد هيبقى مهم جدا ان احنا ندرس انشاء مثل هذا الصندوق الهام. طبعا ما تفضل بيه الاستاذ ماجد شوقي في دراسه محفظه للاوراق الماليه اعتقد ايضا من الامور المهمه. الدراسه ايضا مساعده الشركات الناشئه في عمليه التخارج لما تحب تتخرج من السوق، اعتقد ده هتبقى من الامور الهامه. ايضا دكتور ماجد اتكلم على الاستثمار خارج القطر المصري. احنا يعني زي ما قال دوله الرئيس احنا بقالنا اكتشولي فيزيكلي سنتين منذ بدء العمل فعلا في فتره استثنائيه جدا، فان شاء الله بس نستقر. واحنا طبعا اولويه النهارده في هذه الفتره الاستثنائيه لضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري باذن الله. يعني يكون لدينا ان شاء الله لدينا خطه استراتيجيه للخروج طبعا الى مصر، الخروج الى افريقيا والخروج الى دول اخرى، لانه الصناديق السياديه بتستثمر داخل الدوله بتستثمر خارجها، واعتقد ده البعد الاستراتيجي الاساسي للصندوق السيادي. بشكر حضراتكم، استفدنا جدا من كل المداخلات من كل التعقيبات. شكرا معالي الوزيرة.